اليوم بتكلم عن سمكة بيضة موجودة على سياف والهيرات البحر الغزير. بتكلم عن الشعب. اليوم بنتكلم عن الشعب من فصيلة السمكة البيضة. يوصل طول هالسمكة لين نص ذراع وأكبر. لون السمكة رصاصي وتتميز بأطراف صفرة، لكن في نوع أطرافه زرقاء واللي يسمونه العريضي. جلد السمكة عليه صفط كبار، لو تلاحظون الصفط ما شاء الله حجمه كبير. طريقة صيد هالسمكة بالغزل أو القرقور أو الخيط. أفضل طريقة تنطبخ فيها السمكة مشوي أو مقلي. سعر السمكة في السوق من 25 لين 75 ريال للكيلو. إذا متوفرة في السوق يكون سعرها نازل، وإذا قليلة في السوق يرتفع سعرها. هذه السمكة متوفرة في السوق طول السنة، وموسمها شهر 4 و5 و6. البحر اللي موجودة فيها على السمكة على سياف وفي الهيرات. هذه سمكتنا اليوم الشعب.